بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. علاج الاكتئاب والتوتر في التنس الأرضي. إزاي تعالج الاكتئاب والتوتر في التنس الأرضي عندما تخفف هذه اللعبة من التوتر النفسي ومكافحة الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية الأخرى عند الجري في الملعب والسعادة والإحساس بالمرح داخل الملعب. يعالج التوتر واضطرابات النوم اسنانه عند اللعيب لما بيخلص ماتشه وخلص تدريبه بيروح ينام على طول باستمرار ليه يحس براحه نفسيه من خلال التدريب داخل الملعب. شكرا.